غادة والي سرقت رسوماتي، دخلتها على الكمبيوتر وغيرت الألوان بس. القضية بيني وبينها هتنتهي بالشكل القانوني. قضية غادة والي مش راضية تخلص، وكل يوم بيحصل فيها حاجة جديدة، وده بعد اتهامها من فنان روسي انها سرقت بعض رسوماته ونسبتها لنفسها في مشروع لمترو الأنفاق ومشروع شركة مياه غازية مشهورة. الفنان الروسي ظهر في مداخلة تلفزيونية وقال تصريحات نارية وحاسمة بخصوص غادة والي، وده بعد ما ظهرت غادة والي وقالت ان هي ما سرقتش من حد، وهو مجرد تشابه بين الاعمال، لان هي والفنان الروسي مقتبسين من نفس المدرسة اللي هي المدرسة التكعيبية، وان في اختلافات كتيرة بين اللوح بتاعتها ورسومات الفنان الروسي. وقالت لو ليه حق وعايز ياخده يلجأ للقضاء وبلاش يعمل شو إعلامي. ورد الفنان الروسي وقال إنه ما تواصلش مع غادة والي بأي شكل من الأشكال، وهي ما فكرتش تتواصل معاه، والقانون هو اللي هيكون فيصل بينهم، وقال أنا هاخد كل حقوقي بالقانون. وكمل الفنان الروسي وقال إن غادة والي خبرتها ضئيلة جدا في الحضارة الفرعونية، لأنها مزجت في الإكسسوارات اللي استخدمتها بين الإكسسوارات الإغريقية والرسم الفرعوني من غير ما تعرف ده. وقال إن هو درس نحت، وأي حد دارس عمره ما يتجاهل الحضارة الفرعونية وفنونها، لأن مصر أرض الحضارة وهي الأساس للثقافة والفنون. وقال كمان إن غادة والي سرقت رسوماته ودخلتها على الكمبيوتر وغيرت شوية ألوان فيها، وإن هي بتقول إن هو سارق منها ودي حاجة مضحكة جدا. ورد عليها لما قالت إنه مش مسجل شغله ومالوش حقوق ملكية، وقال كون إني نشرت اللوحات بتاعتي على الفيسبوك أو أي موقع تاني ده بيثبت دليل ملكيتي ليها، لأن ما عندناش وزارة ثقافة نسجل فيها حقوق الملكية. أنا هاخد إجراءات قانونية والقانون هو اللي هيجيب لي حقي. يا ترى أزمة غادة والي والفنان الروسي هتخلص على إيه؟